ولرؤية أكثر تحليلا ينضم إلينا الدكتور حامد فارز أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف تقرأ ما بين سطور هذه الزيارة؟ أهلا بك يا دينا هانم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني هذه الزيارة تدل دلالة واضحة على أن مصر والأردن على قلب واحد لمواجهة التحديات المتزايدة اللي بتواجه أمن البلدين، في ظل أن هناك معطيات جديدة أصبحت ظاهرة على الساحة، أصبحت تحتاج إلى التنسيق والتوافق الذي هو متوافر بالفعل ولدى مصر والأردن، رؤية مشتركة في الكثير من القضايا اللي بتمثل تهديد خطير للأمن القومي العربي بشكل عام وللأمن القومي المصري والأردني على وجه الخصوص. وبالتالي هذه الزيارة تحمل الكثير من الرسائل التي تؤكد على أن مصر والأردن داعمان وبشكل كبير في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من منحى خطير يحتاج إلى التوافق والتنسيق والتشاور وإيجاد مواقف صلبة لمواجهة التحديات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى وبكل قوة إلى العمل على تهجير الفلسطينيين والعمل على تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول جوار فلسطين، وهي وبالتالي هذه الزيارة تأتي أيضا ولديها أبعاد كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو أيضا على مستوى القضايا الهامة اللي تحتاج القضايا الهامة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج إلى أن يكون هناك رؤية عربية موحدة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية والدولة الأردنية باعتبارهم هم ركائز الأمن القومي العربي. كيف تقرأ هذه الشراكة الاستراتيجية وهذه المجهودات المكثفة تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة في وقت يعني يتسم بحالة الانسداد السياسي لدى بعض الدول، خصوصا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني في ظني وتقديري أن هذه التحديات أتت نتيجة عدم الاستجابة للرؤية المصرية والأردنية الواضحة التي كانت دائما وأبدا ما تسعى إلى السلام والعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي في هذه القضية التي تمثل تهديد خطير للسلم والأمن الدولي، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. الدولة المصرية ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية تعقد لقاءات وقمم ثلاثية تجمع مصري ورئيس الأردني وأيضا الرئيس الفلسطيني، والعمل على أن تتوقف إسرائيل عن الإجراءات أحادية الجانب. وشاهدنا أنه كانت هناك مشاركة للدولة المصرية والدولة الأردنية فيما يخص اجتماعات شرم الشيخ واجتماعات العقبة والعمل وبشكل كبير على خفض التصعيد والوصول إلى تفاهمات تفضي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية بما يتوافق مع الكثير من المبادرات التي تم طرحها، ومن أهمهم مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في بيروت في العام 2002 والتي تؤكد على تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وبالتالي أرى أن المواقف العربية والأردنية كانت حجر القوة والحجر الصلب في مواجهة هذه التحديات، باعتبار أن مصر والأردن نجح وبشكل كبير في إعادة التوازن للمواقف الدولية المتخاذلة، وده اللي شاهدناه من خلال تشكيل المجموعة الوزارية العربية واللي نجحت في عقد الكثير من اللقاءات والجولات المكوكية التي جعلت الدول الأوروبية والكثير من كل دول العالم تنسجم مع الرؤية المصرية والأردنية وتؤكد وبشكل قاطع على رفض إسرائيل لمبدأ التهجير القسري أو الطوعي أو أيا ما كان نوع التهجير، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وهي أم القضايا وهي القضية المركزية التي لن تسمح مصر والأردن بأي حال من الأحوال، واللي ده ظهر في الكثير من المتفقة والمتفقة مع بعضها البعض فيما يخص مصر والأردن، وده اللي جعل العمل الأمم المتحدة تصدر بأغلبية ساحقة. احنا بنتحدث عن 153 دولة أكدت على أن يكون هناك هدنة إنسانية، ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ضرورة أن يكون هناك تنفيذ لمبدأ حل الدولتين، وهذا لم يأتي من فراغ في ظل أن احنا شاهدنا بعد يوم 7 أكتوبر يا أستاذة دينا أن هناك تراجع وتخاذل كبير من المجتمع الدولي وإعطاء كل الحقوق لإسرائيل دون أن يكون هناك إدراك لخطورة ما يقومون به على الأمن والسلم العالمي وليس فقط الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. يمكن دكتور حامد هناك يعني توجهين للإدارة المصرية والأردنية، وهي توجيه المساعدات
الإمدادات الإغاثية والإنسانية والوقود وغيرها وضمان وصولها إلى غزة وإلى مستحقيها، وفي الوقت الآخر هو المحاولة للوصول إلى تسوية سلمية والجلوس على طاولة المفاوضات. كيف يمكن البناء على ما تم الوصول إليه بين القاهرة وعمان لضمان هدوء الوضع في غزة والبدء في التحركات الدبلوماسية والسياسية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي؟ يعني في ظني وتقديري أنه منذ اللحظة الأولى تحركت القاهرة وعمان وكل منهما في طريقه لخدمة القضية الفلسطينية. القاهرة تحركت منذ اللحظة الأولى لكسر الحصار عن قطاع غزة بشكل واضح، ونجحت القاهرة في هذا الاتجاه وفرضت إرادتها وقالت أنها لا يمكن أن تستمر الأوضاع بهذا الشكل في قطاع غزة، فعلى الرغم من أن الجانب الإسرائيلي كان يتعنت وبشكل واضح في إدخال المساعدات وما زال التعنت يسير في هذا الاتجاه، وأيضا الدولة الأردنية نجحت في القيام بأكثر من إنزال جوي للكثير من المستشفيات للعمل على ألا تتوقف هذه المستشفيات عن العمل التي تقدم الكثير من الخدمات. ولكن هذا الدور الإنساني البحت الذي تقوم به الدولة المصرية والدولة الأردنية يوازيه تماما تحرك سياسي في إطار أن مصر والأردن يسعيان وبشكل كبير إلى ألا يتم إغفال سبب المشكلة ومسبباتها، وألا يتم اختزال الواقعة في يوم 7 أكتوبر، وبأن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار 75 عام من الحصار ومن عدم وجود أفق سياسي أدى إلى ما نحن فيه الآن، وبالتالي التوافق المصري الأردني في الضغط على القوى الدولية أتى بثماره، وهو ما جعل المجتمع الدولي الآن وبشكل واضح إلى الجهود المصرية والأردنية باعتبارها أفق النجاة للمنطقة العربية، لأن استمرار غياب الأفق السياسي أوضاع كما هي عليه الآن سيؤدي قولا واحدا إلى اتساع رقعة الصراع، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية باعتبار أننا نشهد يعني كرة الثلج تتدحرج بشكل كبير من شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان وأيضا في سوريا وتهديد المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى ما نشاهده في باب المندب والبحر الأحمر وتهديد خطير لأكثر من 40% من الأشياء التي تهدد الأمن القومي المائي في هذه المنطقة. إذن وسط كل هذه التهديدات وأيضا هل سينصاع المجتمع الدولي وأيضا إسرائيل للضغوط التي تواجهها من جانب الدول الأخرى والضغوط الشعبية من مظاهرات وخلافه، وأيضا الضغط كما ذكرت دكتور حامد من جانب يعني البحر الأحمر، يعني هل ستنصاع إسرائيل وفقا لكل التصريحات المتعنتة من جانب نتنياهو وحكومته المتطرفة؟ الحرب في ظني يا استاذ دينا ستأتي بإسرائيل وليس من قلب قطاع غزة، باعتبار أنه كثير من العوامل التي تمثل ضغطا حقيقيا على حكومة نتنياهو، سواء تقليص يعني الدعم الدولي بشكل واضح لهذه الحكومة المتطرفة، واللي خرج الرئيس بايدن وقال أن هذه الحكومة لا تؤمن بالسلام، وطالب نتنياهو بتغيير هذه الحكومة وقال أنها من أخطر الحكومات والأشد تطرف في تاريخ إسرائيل. ولكن في ظني وتقديري أن هناك عدة عوامل تجعل نتنياهو لن يستطيع الاستمرار في هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، ومن أخطر هذه العوامل ما يتعرض له من خلافات سياسية حادة في الداخل. نشاهد زعيم المعارضة يائيل لبيد اللي قال أنه لابد أن يخرج نتنياهو من المشهد الآن وليس بعد انتهاء الحرب. شاهدنا انتقادات واضحة من الكثير من القادة العسكريين لنتنياهو بتعامله وعدم تحقيق أي من النتائج التي بدأت هذه الحرب بسببها، ولم يحقق أي انتصار سواء على المستوى العسكري أو حتى بالقضاء على رموز المقاومة الفلسطينية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بدأت تترنح بشكل كبير، وشاهدنا أن خسائر إسرائيل من الحرب ستصل إلى قرابة 50 مليار دولار، بالإضافة إلى الهجرة العكسية والانقسامات الحادة، لأن الآن أصبح هناك انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي وأصبحت هناك مواجهة بين أهالي القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة وبين أهالي الموجودين في داخل قطاع غزة، وهذه المواجهة تنذر بفجوة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي وستمثل أيضا ضغطا حقيقيا على حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة على
بايدن لن يستمر في الدعم المطلق في لإسرائيل بهذا الشكل الفج، لأن ذلك سيؤثر على حملاته الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وستؤثر أيضا على الانتخابات الأمريكية باعتبار أن الرئيس بايدن خسر الانتخابات الأمريكية حتى قبل أن تبدأ. نعم الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.